السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عندنا فيديو جديد، وعندنا صبا. كثير من الإخوان يحبون الصبا، لكن اكو أشياء لازم أيضا أعطيكم مع الصبا، أعطيكم تمرين وأبين لكم كيف يكون الصبا. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف إلي الكبير. لا تنسون الدورات الموسيقية اللي هي أونلاين عبر التطبيقات مباشرة وياي، موجود أسفل الفيديو رقم الواتساب، تقدر تطلع عليه وتقدر ترسل لي وأعطيك التفاصيل. هي 8 محاضرات في الشهر، أو في بغداد نقدر نذهب له إلى طالب، أروح له ونبلش بمقام الصبا. الصبا أول ما تبدي به، إحنا عندنا هذا السلم قدامنا، طبعاً هو يأخذ صبا عرّة بسعودة، ويأخذ أيضاً كرد، وبنزولة يأخذ عندنا حجاز على الفا، فيصير عندنا ري باو. الميكار هنا يصير، لا تخلي هنا، هنا يصير بمول، فيصير عندك هنا ري فا. الصول اللي هو فا ديز، الصول بمول فا مي فا صال، مباشرة لا سي بمول، لا ري ري دو سي لا صال فا مي ري. وهكذا فيصير لك مي فا صال لا سي فا ري ري دو سي لا صال فا مي ري. التين هذا احنا عندنا اول موضوع بي اللي هو السلم. فتحدثت وياكم وقلت لكم انه ياخذ. هسه حاليا راح نبدي بموضوع التمرين، تمرين الصبا. ري مي فا صل لا سي لا صل فا صل فا مي فا مي ري، ريشه مقلوبه. ري مي ري دو ري مي فا صل فا مي فا مي ري مي فا مي فا مي ري مي ري دو سي دو ري مي فا صل مي صل فا مي ري ري سي لا سي لا سي غير شكل. شوف انت لو تلاحظ اكو بي بعض الفريد، هذا شنو هو؟ يا ماخذ كرد. فإذن هذا التمرين تقعد تدونه وتكتبه حتى تتمرن عليه، وهو من مقام الصبا. وتحياتكم، وموجود أسفل الفيديو رقم واتساب اللي حاب يشترك أونلاين، أنا حاضر وعلى العين وعلى الرأس. وتنسون اللايك والاشتراك. تحياتكم، مع السلامة. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.